مرحبا بكم مباشرة في النشرة الخاصة بآخر مستجدات فيروس كورونا. يحضر معي لإثراء هذا اللقاء كل من الأستاذ والدكتور صالح بلكحل رئيس قسم الأنعاش الطبي بمستشفى الرابطة. مرحبا بك دكتور. وتحضر معنا الأستاذة والدكتورة ريم عبد الملك وهي مختصة في الأمراض الجرثومية بمستشفى الرابطة. مرحبا بك. إذا كما تعرفوا الإحصائيات اليوم 10 حالات تتزاد على الرقم 29، إذا اليوم 39 حالة. للأسف حالة الوفاة متاع السيدة البارح اللي مشات اون يورجونس للمستشفى فرحت حشاد اللي عمرها 72 سنة، اليوم تأكد من خلال التحليل أنه سبب الوفاة هو فيروس كورونا. إذا عندنا حالة أولى وفاة، وأيضا عندنا الله يرحمها وينعمها ويصبر أهلها على الفراق متاعها. كذلك عندنا كذلك حاجة إيجابية هي مغادرة أول تونسي وقع اكتشاف عنده فيروس كورونا يوم 2 مارس، غادر إلى مدينته وهو من متسكني قفصة. إذا كما قلت نتحدث عن المستورد والمحلي، علاش لنقول عن أنه المحلي معناه العدوى صارت في البيت أو صارت بين الأهالي، وهذا هام جدا لأنه مسؤولية المواطنين في احترام الحجر الصحي الذاتي للحد من انتشار العدوى، وأيضا حتى لا نؤدي بالعائلات متاعنا إلى التهلكة، خاصة الناس اللي عندها أمراض مزمنة. إذا معك دكتور قبل ما نبدأ وخلينا نتحدثوا على القطاع العام، وضيوفنا هما كيف القطاع العام والخاص قاعد يعمل بنفس الطريقة، لكن كل ما هو انستيتيوشنال عند القطاع العام ووزارة الصحة والمستشفيات خاصة منها الجامعية، بما أنه وقع تخصيص أقسام الإنعاش مخولة لإيواء الناس اللي عندها فيروس كورونا واللي حالتها تستوجب معناها التنفس الاصطناعي بدرجاته، كذلك بالنسبة للأقسام زادة أقسام الأمراض الجرثومية اللي أيضا هي ديديه وهي مخولة ومخصصة للناس اللي هما في حجر صحي لكن تحت رقابة صحية. القطاع الخاص أيضا اشتغل بطريقته على معناها مساعدته كما هو ينجم. معنا عبر الهاتف دكتورة إيمان فرادي الفالح وهي مختصة في أمراض القلب والشرايين. سيادتك مرحبا بك دكتورة. ألو. مرحبا بك دكتورة. أنت كنت من بين الأوائل في القطاع الخاص أنك تغلق العيادة متاعك وتكون في تواصل مع المرضى متاعك عبر وصفات طبية، تكون أيضا بالهاتف وأنت متواصلة معهم. كيفاش خذيت هذا الإجراء وكيفاش كان التعامل مع المرضى متاعك خاصة؟ نشكرك عواطف ساعة الاستضافة. انا نهار الاثنين جي بري لا ديسيزيون باش نسكر الكابيني نتاعي، دونك تنقلت للكابيني وجيكم عليها ولي سكرتير معايا، جبت لي دوسي نتاع لي مالاد توت لا سمان معناتها الجمعه كامله، وعطيت معناها وكتبت لهم لي زوردونونس نتاعهم وان لي ا كونتاكتي لندي، وخليت معناها الاساس سكرتير باش تحل الثلاث والخميس معناها ساعتين من زمان الصباح باش نخلي الوقت للمرضى بو ريكوبيري لي زوردونونس نتاعهم، معناها باش ما يقعد معناها فما تواصل للدواء، باش ما يقعدوش معناها سورتو المرضى نتاع طبيب العائله، معناها ما يقعدوش ناقصين دواء، ومعناها جست ياخذوا دواهم، معناها جي با اكزيجي لا يخلصوني لا حتى شيء، سيتي غراتوي، ومن بعد نورمالمون لي مالاد هذوكم جو في لي كونفوكي من بعد باش يعديو كوريكتومون يعملوا التخطيط نتاعهم ونشوفهم كوم يلفو. واللي عنده استفسار اكيد بور لا كونتينيتي دي زوردونونس، ولو جو ريست اون كونتاكت بار تيليفون يكلموني على التحاليل على كل شيء، معناها واللي اون كا دورجونس معناها جو جير افيك او بار تيليفون، واللي يستوجب حاله باش نمشي مثلا المصحه نمشي. وانت في اتصال مباشر معاهم معناها؟ اي تعرف معناها إيه؟ انا والسكرتير معناها جوانياب. وتعرف اللي تنجم تطويل الحاله هذه؟ جو سي تنجم تطويل معناها تبدوري حتى شهر شهر ونص الله اعلم، فهمت؟ هذا في علم الغيب. بالتوفيق اذا وشكرا ليك ويعطيك صحه انت وكل اللي في القطاع الخاص اللي هما كذلك قاعدين يعملوا. ونشكر المجهودات اللي يقوموا بها الناس الكل. الناس يعطينا الصحه الكل. يعطيكم الصحه الكل وبالتوفيق. إذا نعود إلى المستشفيات ومعك الدكتور بلكحل. بالنسبة ل
القسم اللي ترأسه سيادتك، نعرف اللي فما لجنة الأزمة اللي هي موجودة بمستشفى أرابتو تقريبا، ولو المستشفيات الكل عندهم لجنة خاصة بهذه الأزمة، أزمة فيروس كورونا. كيفاش تعاملتوا مع هذا الوضع وقتاش بديتوا؟ هل كنتوا استباقيين وانتم قاعدين توا ستاند باي؟ الله أعلم وقتاش باش يزيد يرتفع العدد. من يوم إلى يوم الكل المعنيين بحماية المواطنين من وزارة الصحة أو من سلطات أخرى من الداخلة هي يد على قلبها على أنه العدد يطلع، والبارح 5 حالات اليوم 10 حالات، هذا متوقع معناها. يعطيك الصحة، هذا متوقع بطبيعة الحال. الرابطة مش المستشفى الوحيد اللي هي روحه، فما تحذير على المستوى القومي، واللجنة الوطنية هي اللي قاعدة تقوم بالمجهود الكبير، واختارت عملت اختيارات استراتيجية في ميدان مقاومة الجائحة هذه الكورونا تاع الكورونا الكوفيد 19. الاختيارات اللي صارت بالنسبة للرابطة الحمد لله بدينا بكري، على خاطر كنا بين خيارين احنا في الرابطة، فما شكون كان يقول ناخذوا في كل قسم حسب الاختصاص نتاعو نشوفوا شنو هي البقعة اللي نجموا نعزلوها، يعني نعملوا فروشات نتاع عزل في الانعاش ونخليوا بقعة تخدم عادية، نعملوا عزل في الأمراض الجرثومية ونخليوا فروشات عادية، نعملوا عزل في القسم نتاع الأمراض التنفسية ونخليوا. هذا كانت الخيار الأولاني، والخيار الثاني وهو اللي رس عليه الرأي في الأخر هو كونه نختاروا بقعة تكون مؤهلة باش نجعلوها هي اللي يقع فيها العزل بصفة كاملة باش ما يتخلطوش المرضى. ولذا احنا في الرابطة عندنا الحظ كونه عندنا قسم اللي عنده مدخل خارجي على الرابطة، مش باش يتخلطوا الناس كيف يجيوه مع الأقسام مسلك الأخرى، مسلك خاص. وجاء بقعته باهية، ومشكورين القائمين وساهرين على القسم هذا كونهم قبلوا باش يوقفوا نشاطهم العادي باش يخصوا القسم نتاعهم كل البنيه كامله للمشكل نتاع الكوفيد 19. هو قسم الجراحه باه خاطر هو من وقت اللي تبناه كان مشغول للعيادات الخارجيه الاستعجاليه في الجراحه، ولذا عنده مدخل وحده وينجموا الناس كيف يمشيوا له. التنظيم اللي وقع في الرابطه اخترنا باش يكون هو الواجهه الاولانيه. الواجهه كيفاش باش يقع؟ خاطر عنده باركينج زاد كبير، ومشكورين الناس اللي عاونوا الكل. عندنا شكون جاب كونتينر اميناجي يكون بقعه نتاع كونسلتاسيون فيه بيروات وكذا، يقع فيه البروميتري الفرز الاولاني، الفرز الاولاني قبل الوصول للبنيه بيدها نتاع المستشفى. الناس اللي يستاهلوا باش يكونوا من جمله الناس اللي ممكن عندهم الكوفيد 19 يلبس ماسك غاديكا فك الكونتينر هذاك ويخرج بالفيشه نتاعو باش يدخل للداخل باش يعدي، واللي يكون حالته ما تستدعيش هذاك ياخذ في دوره من غادي من برا، يصير من برا هذاك امبروميتري الفرز الاولاني. كيف يدخلوا لداخل في البنيه الداخلانيه باش يصير فرز ثاني. الفرز الثاني باش نشوفوا الناس اللي يلزمهم تحليل ولا ما يلزمهمش، الناس اللي يلزمهم اكسجين ولا ما يلزمهمش. بالنسبه للحالات الخفيفه بكل باش ياخذ الوصفه الدوائيه نتاعو وعنده سيركوي يخرج منه من غير ما يعاود يتخلط مع الناس ويروح للعزل الذاتي في الدار، وهذه الاغلبيه خاطر لازم نعرفوا المرضى هذايا اكثر من 80% يبرى في الدار من غير ما يستحق التنويم في المستشفى. المهم انه ما يعديش الناس الاخرين، هذا هو ياخذ النصائح الكل وياخذ الوصفه نتاعو ويتفضل يروح لدار. النوع الثاني من المرضى اللي حالتهم ما هيش حرجة تستوجب الإنعاش لكنها متوسط الخطورة ويلزمها المراقبة وربما الأكسجين، إضافة الأكسجين أنت والتيرام، يعني أنت والمريض شنو نوعية الأمراض المزمنة اللي عنده عمر وكذا. فما ناس يجب يقعدوا تحت المراقبة ما نجموش يروحوا وما همش متاع إنعاش، هذوكم هي نالهم زادة فروشات على عين المكان غاديكا ينجموا يقعدوا فيهم. فما 5 فروشات توا حاضرين وممكن باش يزيد الطاقه نتاع الاستيعاب اكثر من 5 هذوما. وبالنسبه للحالات اللي اكثر خطوره فما دي بوكس اخرين فيهم 5 فروشات اخرين اللي زاد هما مجهزين وفيهم الالات وفيهم الاكسجين وفيهم اللي لازم كل هذوك يقعدوا فيهم. الحالات اللي اكثر خطوره شويه ما قبل الانعاش
باقي نشوف معناها احنا قسمنا واحد ستيب ستيب يعني بالمرحله بالمرحله واحد اثنين ثلاثه ومازلنا ما خلصناش الانعاش. المرحله الرابعه والاخيره اللي كان يلزموا الانعاش وقتها السامي باش يجي على عين مكان الساعه يقع التحذير للمريض اذا كان يلزمك وضعان الات وضعان معدات طبيه لازمه بالتنفس الاصطناعي وكذا يقعوا غاديك على عين المكان ثم يقع نقله للمستشفى للمركز والا للقسم المعد للانعاش نتاع المرضى هذوم. وباقي على صعيد وطني الاختيار بالنسبه لجهه تونس الكبرى وقع على قسم الانعاش نتاع ريان. صحيح. هو اللي باش ياخذ المرضى الاولانيين وحبينا ما نكثروش كما قلت قبيله باش ما يتخلطوش المرضى. عندك فكره قداش طاقه الاستيعاب؟ ينجم يوصل ل 20 مريض بالتنفس الاصطناعي. وانتوما؟ احنا 8 في الرابطه. لكن الثمانيه نتاعنا احنا باش يدخلوا في مرحله اخرى. صحيح. المرحله الاولانيه هي اريانا وقاعد تحضيرها وتجهيزها وتفريغ القسم معناها الناس اللي حشتهم خاطر ما توفاش الحالات نتاع الانعاش واحنا في حاله عاديه قبل الجائحه هذه وكنا نعانيه ونقاسيه وبحذايا الدكتور احمد الملك كيف كل ما حشتهم في السبيطار احنا الرابطه فيه 1000 فرش وقسم الانعاش الطبي فيه 8 فروشات. معناتها بعاد على اللي يلزم يكون موجود بالنسبه للعدد الاسره. هما فما منطمن الناس ما يتفاجعوش مش هذايا المعدل الوطني وفي الرابطه بيدها بخلاف 8 اسره نتاع الانعاش الطبي فما اسره يمكن الانعاش فيهم اللي هو الانعاش الجراحي ما بعد العمليات وبالاخص جراحه القلب والشرايين. تبارك الله في الرابطه عندنا اكثر من 20 فرشه اللي نجموا ياخذوا فيهم مرضى تاعبين وبالتنفس الاصطناعي. لكن هذوك نخليهم ديما تحت الرده في مرحله ثانيه لا قدر الله اذا كان وصلنا لمرحله رابعه وباش يهجم علينا المرض وباش احنا الحاجه الوحيده اللي يخافوا منها ديما نقولوه بين بعضنا كل يوم هو ان شاء الله ما نوصلوش للوضع اللي فيه ايطاليا. خاطر كي نوصلوا للوضع اللي فيه ايطاليا السيستم نتاع الصحه المنظومة الصحية ديباسي وقع تجاوزها توا في إيطاليا ولاو يرقدوا في كل بقعة في الأقسام الجراحة في قريب نقول في كل مرات. يمكن نشوفوا مش على نحكيش على الإيواء نحكي مثلا ممكن نشوفوا خيام قدام الرابطة مثلا. أنا ما نتصورش الخيام احنا علاش قلت لك احنا كنا استباقيين واحنا إذا زعام في حاجة والحمد لله احنا في الاستباق والوقاية احنا ظهرنا للعالم توا حتى صحف تكتب علينا يقولوا شفتوا المنظومة التونسية كيفاش عملت على خاطر في تونس وقع استباق الوضع وهي احسن حاجه وهذيك اللي قد جرمنا قد لنجموه على خاطر مانيش قادرين دخلتوا للحالات ناخذوا ايطاليا باش ما نخوفش الناس اللي هي ايطاليا فيها في بالك اليوم اش قال رئيس الوزراء اش قال نتاع قال لي وليكم ربي اي ايطاليا وبالاخص جهه لومباردي ميلان هذه فيها جباهله التنفس الاصطناعي والانعاش التنفسي في العالم هم اللي يكتبوا هم اللي يعلمونا هم اللي يقريوا في الناس كل معناها لي بلو غران سبيسياليست موجودين غادي وهما توا ايسون ديباسي طاقة الاعاب نتاعهم الاستيعاب نتاعهم تجاوزها المرض. احنا ان شاء الله ما نخلطوش لهذاك وكيفاش باش ما نخلطوش لهذاك يلزمنا ما نعملوش كيف هما نهار اللي فاقوا اللي عندهم الكورونا ولات بالالاف في 24 ساعة. مش مصدقين اللي نحن معناها لتوا مازلنا في 39 عندنا حالة وفاة واحدة الله يرحمها واللي هي جات من تركيا وعمرها 72 سنة واللي هي جات نهار 16 مارس ما تعرف اللي فما اجلاء قاعد يصير للتوانسه اللي عالقين بالمدن الاخرى واللي هما مش مقيمين في البلدان هذيك وعندنا ثلاثه فقط توا لحد الان راقدين فيهم واحد اجنبي في مستشفى فرحات حشادي اللي هما بالقسم الامراض الجنوبيه هو في قسم الانعاش نتاع فرحات حشادي فما مريض برك المريض نتاع مرته قاعده مرته في القسم الاخر نتاع الامراض الجنوبيه وماهيش حالتها مستقره ماهيش مختره وما تخوفش. سنواصل حديث دكتور لكن قبل ذلك تعرف في هالنص ساعه نحاول نعطي الماكسيموم دانفورماسيون خاطر ساعات ما نخلطوش نلبيو طلبات المواطنين الكل. فما ناس عندها امراض مزمنه كما التهاب المفاصل المزمن. معنا عبر الهاتف دكتور والاستاذ الياس بارجيلا ورئيس قسم امراض المفاصل والعظام بمستشفى فرحات حشاد. كله جاي من عند فرحات حشاد. مرحبا بك دكتور. مرحبا بك عواطف. مرحبا ومرحبا بالضيوف نتاعك. دكتور عندك رساله تحب توجهها للمرضى نتاعكم لانهم ياخذوا في الكورتيكويد وياخذوا في مضادات الالتهاب وعندهم امراض مزمنه. الناس هذوما على لا تقدر كان يصابوا بحالات بفيروس الكورونا شنو يلزمهم يعملوا وهل المضادات الحيويه ما تنقصش من المناعه نتاعهم بالنسبه للفيروس على لا تقدر كان اصابوا به؟
يعطيك الصحة بارك الله فيك. صحيح هو عندنا برشا مرضى يتصلوا بنا قاعدين داخلين بعضهم شوية بالنسبة للأدوية نتاعهم، خاصة اللي عندهم أمراض مزمنة. ونحب نأكد على حاجة بالنسبة لزونتي انفلاماتوار، لزونتي انفلاماتوار نستعملوا فيهم بطريقة شاسعة برشا، وبرشا مرضى ياخذوا فيهم. نقولوا لهم اللي إذا كان يستحق لزونتي انفلاماتوار ياخذهم. بالنسبة للناس اللي عندهم شوية عوارض نتاع روم ولا جريب ولا يخاف، دو بريفيرونس ما يستعملش، وخاصة ما يلزمش يستعملهم الأدوية هذوما، خاطر ينجموا يعكروا الحالة نتاعه. هذه أهم حاجة. بالنسبة للكورتيكويد نكونوا واضحين، للكورتيكويد يقعدوا ياخذوا نفس الدوزة حتى نفس البوزولوجي طونكو ما عندهمش حتى شيء، يقعدوا نفس البوزولوجي. وبالنسبة للأدوية الأخرين لازم لهم مودولاتور كيما الميتوتريكسات ولا خاصة الأدوية البيولوجية، الأدوية هذوما الكل لازم يقعدوا نفس الدواء نتاعهم باش المرض نتاعهم يقعد في استقرار. خاطر كان لا قدر هما معناتها وحدهم نحيوا الدواء خايفين من الفيروس هذا، ينجم المرض نتاعهم يعمل بوسي، وقتها المناعه نتاعهم تطيح برشا. ولهذا نقولوا منهم كل مريض يشك في حاجه يتصل بالطبيب نتاعو الاخصائي ويزيد يفسر له وما يوقفش الدواء من راسه. اما بالنسبه للزونتي انفلاماتوار يحس باي عوارض صغيره ما يخص للزونتي انفلاماتوار نوستيرويديا. وبيان سور ناكدوا عليهم اللي راهو معناتها التدابير اللي قاعدين نقوموا فيها بالنسبه للمرضى الكل هما خاصه يبداو معناتها يغسلوا يديهم بالقدا، يبعدوا على الاقرباء نتاعهم معناتها شويه، معناتها ما يصفوش التدابير العامه. نفس السلامه الصحيه اللي تطبق على الناس الكل، والحجر الصحي الذاتي وما كذلك. شكرا جزيلا لك دكتور الياس بوعجيله، وان شاء الله نشوفوك بحذانا حتى نتحدث اكثر فاكثر عن هذا الاختصاص وايضا علاقته بفيروس كورونا. شكرا جزيلا لك، وان شاء الله رساله وصلت لمرضانا. اذا معك دكتوره ريم عبد الملك، تحضيراتك بالنسبه للاقسام او قسم الامراض الجرثوميه مع رئيس القسم، كيفاش متحضرين؟ لانه مش نفس الاحساس عنده جمعه التالي او جمعتين التالي. اليوم فما ربما تحذير، ايضا مسؤوليه، وايضا خوف شويه. خوف مش معناها خوف انكم ما تنجموش وماكمش قادرين على ذلك، لا، بل خوف من البيك. الناس كل خايفه من العدد اللي بشي الله لا تقدر يطلع، لانه حتى ما مصدق انه تونس ما تشبهش للناس الاخر. حتى الجزائر وصلوا لها بخيسك 80 او اكثر من 80، وفيها حالات وفاه ايضا. هو بالنسبه للسبيتالنا، سبيتال الرابطه، دكتور تشيويري رئيس القسم نتاعنا وانا موجودين في خليه الازمه وقاعدين نعملوا ناخذوا فكره على الاختصاصات الاخرى. في خليه الازمه فما دكتور مورالي اللي هو رئيس اللجنه الطبيه واللي هو قسم قلب، معنا سي صلاح بلكحل، معنا سي سامي عبد اللطيف اللي هو غينيماتور كيف، معنا سي عادل عموس اللي هو انستيزي غيان، سي عبد المجيد بن جماعه طب الشغل، انا ودكتور تشيبيدي، دكتوره سميره مرعي كذلك الامراض الجرثوميه، مدام مرعي الصدريه رئيس قسم الامراض الصدريه، مريم الزريبي رئيس قسم امراض الجراثيم، زيد ذكرني سي بلكحل اللي ما ذكرتهمش، فما الممثلين نتاع الممرضين، فما مريم قرفالي رئيس قسم الصيدله، فما سي احمد قوبانتيني رئيس قسم الجيجين. إذا هذوما الكل موجودين، وكلكم تعرفوا البلان تاعكم، معناها نعرفوا البلان تاعنا ونتقابلوا كل يوم. صحيح. هذه اللجنه في اجتماع مفتوح دايم، معناها حتى احنا نتقابلوا على عين مكان، معناها كل يوم مثلا 10 ولا 11 كل نهار كيفاش كل نهار وقسموا. اما بخلاف هذا حتى في خارج الاوقات هذيك التليفونات والميلوات ودرا شنو، اللي يقرا حاجه على دواء جديد، اللي سمع درا شنو، اللي شاف تجربه في بقعه بالحين بالوقت يبعث للناس كل تتاكدوا كذلك من انفورماسيون، قريت هذه شفت هذه ايش عملنا في هذه ايش مش معناها حاجه دائمه، معناها عمل دؤوب نتاع 24 ساعه على 24. ونحب جو بروفيت مسالش بعد مسالش نحب نشكر الانسان نتاع الرابط لا بالاسم هي والاخرين اللي كانت تسمي فيهم، اما راهو صغير ولاد حمد قال نساء ولادي نساء ونصف نساء سبيتاري نساء ثلاث ارباع. اذا مع كريم، شكون هم اللي يقع ايوائهم في الاقسام نتاعك وقداش طاقه استيعاب نتاعكم؟
بالنسبة للوقت الحالي احنا كما فهمك الساعة سي بلكحل احنا المرضى الكل مش نرقدهم، اللي مش يستطيعوا ان هم يرقدوا، معناتها 15% اللي هما تعبين في النفس وال5% اللي ميزمهم للانعاش باش يكونوا في الشيرجي بي من الاول، خاطر حبينا بنيه وحدها، خاطر تلين من الاول غلطوا خلطوا المرضى في وسط بعضهم ومن بعدين انتشر لهم في السبيطار بخلاف البرة. دونك انتم مش تعملوا هكا، احنا تويكا الكلهم في الشيرجي بي، الخطه نتاع الرابطه نهار الشيرجي بي مش يجينا المرض بزايد وان شاء الله يربي ليه، خاطر احنا توا الخطه نتاعنا هي كلها بريفونسيون وقائيه. دونك نهار اللي مابقاش ترفع فروشات الشيرجي بي باش يكونوا فروشات الامراض الجرثوميه وبعد فروشات الامراض الصدريه ومن بعد اذا لا قدر الله تفشل الوباء وقتها مش يولي سبيطار الكل. ثمانيه عند الانعاش انتم قداه؟ احنا القسم نتاع سي عبد العموس نتاع الانستيزيغيا اللي هو في وسط السيرفيس نتاعنا فيه ستة فروشات نتاع انعاش بخلاف الاكسجين اللي عندنا احنا. شنو العلاجات اللي يتلقاوها الناس اللي موجودين؟ 80% اللي مش يمشيوا للدار هذوك ما يستحقوا حتى شيء، خاطر حالتهم مش صعيبه، مش ياخذوا شويه باراسيتامول دواء نتاع وجيعة اكها. ال 15% اللي مش يرقدوا ما بين الشيرجي بي ومن بعد عندنا ومن بعد في الامراض الصدريه مش نعطيوهم الدويات اللي هي تجربت على السارس كوفي في 2002 وبعد على الشرق الاوسط في 2012-2013 وتويكا تجربت كيف كيف في الصين اللي هي الكلوروكين. اما بالله هذا نداء للناس الكل، راهي كلوروكين دواء قديم نعرفوا وين نستعملوه وكيفاش نستعملوه، ما راهو عنده مضاعفات جانبيه كبيره للعباد اللي مش تاخذه وحدها، وان بلوس الدواء هذايا مش يصلح للدواء مش للوقايه، راهو اللي مش ياخذه وحده على خاطر سمع في الاعلام اللي هو يداوي راهو ما يحميهش من الفيروس. واضح. دونك هذوما نعطيهم كلوروكين واكسجين ونتلهاو بهم ونراقبوهم، اذا حالتهم تحسنت ومابقاش يستحقوا السبيطار يروحوا للدار مع ال 14 يوم نتاع العزل بيان سور هذوكم كاملين. والعباد اللي مش يستحقوا انهم يرقدوا في الانعاش عندنا زوز دويات مش نستعملوهم بخلاف بيان سور التنفيس الاصطناعي. وزير الشؤون الخارجيه خصص 29 رحله جويه بطبيعه مع وزاره النقل مع وزير النقل يوم اليوم وغدوه نهار 20 مارس لاجلاء جميع التونسيين العالقين اللي هما مش مقيمين بالخارج بعدد من البلدان، فيهم تقريبا اكثر من 1000 في اسطنبول، فيهم اكثر من 300 تونسي في المغرب، فيهم اكثر من 100 تونسي في فرنسا، تقريبا بين 10 وشويه في مصر. هذوما لو كان يجيوا الكل الغدوة، هل حسب رايكم اكيد انه فما اجراءات توا وقاعدين بطبيعه احنا نحكيو هنا لكن فما اجتماعات موجوده بارتو معناها بالمؤسسات الدوله حتى تشوف ربما مع تطور الوضع ومع التحاليل اللي قاعده تصير ليله في الليل باش تخرج غدوه الصباح نشوفوا قداش العدد كذلك انهم يخمموا في انه هل سيقع عزلهم دايوغ حتى اللجنه الصحيه في البرلمان اقترحت انهم يقع معناها تخصيص مكان ما يمشيوش لديارهم لكن يقعدوا في المكان هذاك حتى ياخذوا يقوموا بالحجر الصحي اي في المكان هذاك حتى يبراو، وكما قلت الحالات اللي تعكرت تمشي يمكن تتنقل الى المستشفيات هذه. حسب رايكم هل سيقع الاعتماد على الحجر الصحي الذاتي مره اخرى في هذا الظرف اللي احنا تعرفوا اللي فما حظر تجول جزئي ماهوش شامل وربما يتغير من هوني الغدوة لأنه رئيس الدولة غدوة يقوم ب وهذا حسب بلاغ رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يشرف غدوة الجمعة 20 مارس بقصر قرطاج على الساعة 11 صباحا اجتماع مجلس الأمن القومي وسينظر المجلس في الإجراءات الواجب مزيد اتخاذها إثر تقييم القرارات والإجراءات المعلنة في الفترة الأخيرة لمقاومة انتشار فيروس كورونا وذلك على ضوء المستجدات الصحية بالبلاد. شوف حسب رأيك شفت زلة اللسان اللي انت عملتها وقت اللي قلت لك 1700 ولا 1400 هذوكم باش حتى يبراو حطوهم في وقع حتى يبراو، هذيك زلة لسان خاطرهم مش مرضى باش يبراو متفقين احنا 1400 ولا 1700 انا نعرف فما عائلات حطت اماكن معناها دي زابارتمون وباش تعزلهم اللي جايين من برا ويحطوهم من العائله ويعطيهم كل ما اللي نحب نقوله هو كونه الفائده في العزل الذاتي وقت اللي باش يجيو ناس اللي هما ما عندهمش اعراض وما عندهمش سخانه، معناها الاغلبيه نتاعهم ماهمش مرضى والنسبه الضعيفه اللي فيهم اللي ربما حامله الفيروس والا قاعد في البيريود دانكوباسيون وباش يظهر عندهم علامات المرض، هما باش يعلنوا على رواحهم وقت اللي يكونوا في الحجر الذاتي نتاعهم. الوعي
ثم الوعي. معنى الناس كي باش يفهم هو شنو كي نفهموه يقولوا له بالضبط شنو المطلوب منه وشنو الريسك اللي نجم تتواجه بهذه الرساله في اقل من 30 ثانيه خاطر قريب نوفاو. نحاولوا انا نقول لكم اللي جايين من برا واللي موجودين الوقايه هنا. ثم الوقايه ثم الوقايه خسلان اللي دين برشا خاطر اي حاجه يمسها انسان بيدو ما يعرفش شكون مسها قبله وهو من غير ما يشعر يمس وجهه واذا كان هز فيروس في يده ينجم يتعدى. خسلان اللي دين في اكثر المناسبات حسب رايك حضر التجول الشامل ينجم ينقص من العدوى. انا ما نتصورش والحظر حظر التجوال هذا ماهوش هو اللي به الفائده. احنا توا كيف نسكروا المكان الاماكن نتاع الاجتماع نتاع العباد الاجتماعات نتاع العباد كيف جدا باش تقل العدوى. بالعكس وقت اللي نعملوا حظر التجوال ويولي وقت معين الناس كل تهبط على المترو وعلى انا قلت شامل شامل 24 ساعه لا 24 ساعه مش ممكن. ما فما العباد اللي باش تخدم ولا عندها حاجات لابد تقوم بها ما نجموش نوقفوا الناس جملة. الكونفينمون اللي صار في فرنسا عنده تطبيقات فما سمحني يلا غالب في 20 ثانية فما تطبيقات تعاون الناس يعملوا التزام على الشرفة اللي هو خارج باش يشري خبزة وقت اللي يوقفوا البوليس إذا كان ما يوريش الالتزام هذاك وما يبداش في ثنية بين الكوشة وداره فما وعي. وهذا اللي معملين عليه بالنسبة للتوانسة. هذا هو معك دكتورة في أقل من 10 ثواني كملوا اغسلوا ايديكم وحاولوا تحافظوا على عائلاتكم وعلى الناس الكبار. نقعدوا بعد مترو على العباد ما نمشيوش بلايص فيهم برشا زحمه. كي نركبوا في الكيران ظهر للظهر يعيشكم الظهر للظهر قد ما نجموا. واذا مثالش نوصل ساعه مخر للخدمه اما ما نركبش في حاجه ياسر زحمه. شو جزيل لك دكتور ريم عبد الملك على قبولك دعوه حضورك معنا. شو جزيل لك دكتور صلاح بلك حلو على التوضيحات اللي قدمتها. ان شاء الله تعطينا فرصه مره اخرى نزيد نقولوا على برشا ما مازلنا قاعدين احنا والكورونا مكملين حتى تمشي علينا ان شاء الله يا ربي. وشكر جزيل للسيده فايزه قانوني مترجمه في اللغات الاشارات. هكا نكون وصلنا الى نهايه هذا اللقاء. موعدنا معكم يتجدد إن شاء الله يوم السبت في نشرة أخرى من مستجدات فيروس كورونا. إلى اللقاء.